الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد عضو مجلس النواب منار العبيدي أن مدينة بغداد احتلت النسبة الأكبر في ارتفاع التضخم، إذ بلغت نسبة التضخم فيها 25% مقارنة مع أسعار سنة القياس وهي سنة 2012، تليها محافظة المثنى التي بلغ نسبة التضخم فيها 16%، ثم محافظتي التميم والأنبار بنسبة تضخم بلغت 15.3%. وأوضح العبيدي أن أسعار خدمات الماء والكهرباء ارتفعت بالعاصمة بغداد بنسبة 80%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات الطبية والصحية بمقدار 65%، أما خدمات التعليم فارتفعت بمقدار 72%، وارتفعت أسعار الإيجارات في المحافظة بنسبة 26.5%. عبر القنصل الإيراني في محافظة البصرة علي عيادي عن عدم رضا الجانب الإيراني عن حجم التبادل التجاري مع العراق والبالغ 8 مليارات سنويا، في ظل وجود 12 منفذا حدوديا رسميا بين البلدين. وأكد القنصل الإيراني أن بلاده تريد زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 24 مليار دولار سنويا. وفي أيلول من عام الماضي تحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكانية رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 190 مليار دولار، فيما تمثل 190 مليار دولار بحسب مراقبين ما قيمته 300 تريليون دينار، وهي موازنة تكفي العراق لقرابة 3 أعوام. قال مركز معلومات الاتحاد العام لنقابة عمال مصر إن الفوضى في العالم العربي وتداعيات جائحة كورونا تسببتا بوجود بطالة تخطت 30 مليون عامل عربي، معظمهم من الشباب، مشيرة إلى أن الاقتصاد العربي خسر أكثر من 900 مليار دولار. وأكد المركز أن كورونا تسببت في عواقب وخيمة على 2 ملياري عامل في القطاع غير الرسمي في العالم. وكشفت أحدث المعلومات الصادرة عن منظمات عربية ودولية متخصصة في ملف العمال عن توقعاتها بأن تصل البطالة العالمية إلى 205 ملايين شخص هذا العام. أعلن البنك المركزي التركي توقعاته بأن يتراجع معدل التضخم في البلاد إلى 8.2% نهاية عام 2023. وأضاف البنك أن العام الجاري سيشهد تراجعاً في نسبة التضخم ليصل إلى 23.2% بحلول نهاية العام، ولتصل النسبة إلى 5% بنهاية عام 2024. يذكر أن نسبة التضخم في تركيا كانت وصلت إلى 36% بنهاية العام الماضي، في ارتفاع قياسي يتزامن مع تراجع قيمة الليرة التركية. واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي، مدفوعة بالمخاوف بشأن تراجع الإمدادات وكذلك المخاوف السياسية. ونشر موقع أويل برايس تقريرا توقع أن تتقلص طاقة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية من 6,500,000 برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول منتصف العام، الأمر الذي يرجح معه وصول الأسعار إلى عتبة 100 دولار للبرميل في ذلك الوقت. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والمعاتن.
ختام الموجز إلى اللقاء.